ورجعنا لكم بعد الفاصل بفقرتنا، ومنورني فيها اتنين من اكبر واقوى الدكاتره في علاج الام المفاصل وخشونه الركبه والعمود الفقري، دكتور عمرو عيد عبد اللطيف استشاري علاج الام المفاصل، وكمان معانا دكتور احمد فاخر اخصائي علاج الام خشونه الركبتين والعمود الفقري. نرحب بكم يا دكاتره جدا. اهلا وسهلا. اول سؤال بقى حضرتك كده، ما شفت هو المريض بقى لما يجي لكم هيتحقن مره واحده وبعد كده ان شاء الله ربنا يشفي، ولا لازم كم مره، وايه الحالات اللي محتاجه كذا مره؟ طيب، هو احنا اولا بنعمل تحاليل وبنعمل اشعاعات المريض اللي بيجي لنا. بنبدا نشوف نشخص عنده ايه بالظبط، وبنبدا بعد كده نعمله الخطه العلاجيه. الحقيقه احنا بنشرح للمريض هو محتاج ايه بالظبط، وكل مريض بيختلف حالته عن الحاله الثانيه. في مريض بيحتاج حقن مره واحده وخلاص ما بيحتاجش تاني خالص، وفي مريض بيحتاج اكتر من حقنه. يعني المريض مثلا اللي عامل عمليات قبل كده زي مثلا عمليات الانزلاق الغضروفي مثلا او تثبيت الفقرات او كده، العمليه نفسها بتؤدي الى حدوث التصاقات، فبيحتاج اكتر من حقنه عشان نفك الالتصاقات دي، لان طبعا في اجسام غريبه جوه جسمه، مسامير وبيبقى في حاجات يعني دي بتحتاج بتعمل كل شويه التصاقات حواليها وكده. لكن لو مريض عنده حالته بسيطة مثلا أو الغضروف عنده مرتجع أو بسيط، ده حقنة واحدة بتبقى كافية بالنسبة له. بالنسبة لمريض غضروف اللي هو خشونة الركبة بتاعت مثلا المفاصل زي مثلا الركبة أو الكتف أو الكوع، طب مش اللي جنب حضرتك دي الركبة؟ دي الركبة. الركبة هنا عندنا بيحصل فيها خشونة وبيحصل فيها حاجات كتير. يعني الركبة دي طبعا هي ده اكبر مفصل في الجسم عندنا. مفصل الركبه، لانه شايل وزننا كله. اي زياده في وزننا كيلو واحد بتحمل 4 كيلو على مفصل الركبه. تمام. احنا عندنا مفصل الركبه ده بيتكون من ثلاث عضمات. العظمه الاساسيه اللي هي عظمه الفخذ دي اللي فوق، وبعدين عظمه الصابونه، وبعدين العظمه اللي تحت دي اللي هي عظمه الساق. بينهم وبين بعض حاجه اسمها الغضروف الهلالي، وفي اربطه طبعا من قدام ومن الجناب بتمسك العظم ده عشان ما يتحركش من مكانه. حضرتك بتحقن في الركبه نفسها لو في خشونه ولا حاجه؟ بنحقن حسب في ايه. لو في خشونه بنحقن جوه مفصل الركبه. تمام. بابره رفيعه خالص بجهاز الاشعه اللي هو فوق صوتيه السونار، بنحدد المكان فين وبنخش بابره رفيعه جدا، يعني زي سمكها سمك ابره الانسولين. وبنشوف المكان اللي احنا فيه وبنحقن الماده، وبنشوف الماده اللي احنا بنحقنها واحنا شغالين يعني، والمريض نفسه بيتفرج معانا على جهاز السونار على الماده وهي بتخش جوه الركبه وتملا. هي المشكله ان في حاجات كتير ممكن تؤدي الى خشونه الركبه، يعني مثلا الوزن الكبير بيؤدي الى خشونه الركبه. عوامل وراثيه ممكن بتؤدي الى خشونه الركبه. ليه بيجوا يقوموا تطقطق كده وبتاع؟ بالظبط. بالظبط. هو الطقطقه دي يعني بتبقى ساعات في الخشونه، وبتبقى اكتر في تمزق الاربطه. يعني تمزق الاربطه برضو بتعمل برضو طقطقه وكده. فحتى التمزق بتاع الاربطه ده احنا بنحقن له حاجات، لو التمزق بسيط بيخف، بس ده بيحتاج اكتر من حقن. يعني بلازما غنيه بالصفائح الدمويه دي بتشيل او بتساعد على ان الاربطه دي تلم. بالنسبه بقى مواد تانية بنحقن ساعات ماده الهيالونيك اسيد او الهياليز، وبنحقن المواد المضاده للالتهابات، وبنحقن الاوزون، وبنحقن البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه. كل دي ممكن نحقنها جوه مفصل الركبه عشان يرجع قريب من الوضع الطبيعي. حسب بقى حالة المريض، سواء درجة الخشونة هل هي خشونة درجة أولى ولا تانية ولا رابعة، بنشوف هيحتاج كم حقنة وبنشوف محتاج إيه بالظبط. يعني حضرتك ماشي في طريقين، طريق تسكين الألم وطريق علاج الألم. بالظبط، إحنا بنمشي في طريقين، طريق تسكين الألم عشان علاج الغضروف نفسه، وطريق علاج الغضروف عشان نرجع الغضروف يقدر المريض يتحرك عليه. لأن إحنا لو عالجنا الألم بس وسيبنا الغضروف زي ما هو، هيفضل المشكلة هي موجودة عند المريض، ومش هيتحق يعني هيقعد يتحسن فتره بسيطه وبعد كده يرجع نفس تاني للالم اللي كان عنده ويرجع يشتكي تاني. صحيح. طيب دكتور احمد، الانزلاق الغضروفي بقى طبعا كنا بنسمع عنه انه لازم يتعمل عمليه وبتاع، لو حد جه لحضرتك عامل عمليه قبل كده هل ممكن ان هو يتحقن برضه؟ هو اولا المريض اللي بيبقى عامل العمليه فيها اسباب كتير بتخلي ان هو يرجع له الوجع بعد العمليه. يعني مبدئيا في نسبة كبيرة جدا بعد سنة أو سنتين من بعد العملية بيرجع الألم طبيعي تاني زي الأول، يمكن أكتر كمان. تاني حاجة إن الغضروف نفسه اللي حصل فيه انزلاق غضروفي مثلا بين الفقرة الثالثة والرابعة، ممكن المريض يجيله بين الثانية والثالثة مثلا،
او ممكن يجي الغضروف في مكان العمليه، لو ما هو ما عملش تثبيت او كده وشال جزء من الغضروف ممكن الغضروف يرجع تاني، وده باسمه غضروف مرتجع. طب هو الغضروف زي عند حضرتك هنا كده عشان يبقى انا ورا حضرتك، احنا عندنا دي فقرات الظهر اهي. تمام، دي الناحيه اللي هي ايه بتبقى قصاد البطن اللي من قدام. اوكي، الغضروف اللي هو الابيض اللي ما بين كل فقرتين. تمام، الغضروف ده بيمثل زي مفصل للفقرات او العمود الفقري، ان هو يخلي ان احنا نميل لقدام ونميل لورا، وفي نفس الوقت ان هو بيوزع الجسم او الحمل كله على الفقره كلها على بعضيها، بحيث ان ما تركزش في منطقه واحده فالفقره ايه تتكسر. تمام، لما بيحصل بقى مع اي حركه غلط او مع التقدم في العمر او خبطه او اي حاجه تاكل شويه او حصل في تاكل، فبيبدا ان الفقره دي تضغط بزياده على الغضروف. والغضروف دوت من جوه مكون من حزام ليفي من بره، وجواه ماده جيلاتينيه. الماده الجيلاتينيه دي بتبقى ماده سائله، فلما بيتضغط عليها بتبدا ان هي تخرج وتبدا تضغط على الاعصاب. يعني هنا برضو الموديل فيه ايه، في اللي هو اللي ظهر بالاحمر ده. دي ايه بقى ده الانزلاق بقى الغضروفي. بيعمل المشاكل ازاي؟ ان هو بيبدا يضغط على الاصفر دوت اللي هو جذر العصب. لما بيضغط على جذر العصب، الماده الجيلاتينيه دي ماده حارقه وماده مثيره للعصب، بتعمل وجع جامد جدا. يعني تخيل حضرتك احنا اصلا الالم بيتنقل عن طريق النهايات العصبيه وبعد كده يوصل للعصب عشان المخ يبدا يترجم الالم ده. أيوة. ما بان بقى ان احنا ركزنا على العصب نفسه وحطينا زي ماده حارقه جنبيه او ماده بتعمل التهاب للعصب، فبيبقى طبعا الالم شديد جدا. الالم ممكن يكون في الظهر، وممكن يجي في المقعده، وممكن يسمع في الرجل، وممكن يوصل كمان لحد مشط الرجل، وممكن يعمل للمريض ان هو يعني ما يقدرش يتحرك او يقدرش يمارس حياته طبيعيه. تمام، بس مش كل العينين اللي بيجي عندهم وجع في الظهر او وجع في رجليهم بيكون من اللي هو الانزلاق الغضروفي. في اسباب كتير جدا للكلام دوت. يعني في عندنا زي ما احنا شايفين ادي العمود الفقري ده بقى كده من الظهر، وده الفقرات اللي احنا بنحسها من ورا اللي هي تحت الجلد. في ما بين الفقرات دي كده في مجموعه من العضلات. العضلات دي ممكن يحصل فيها زي التهاب، ممكن يحصل فيها زي تمزق، ممكن يحصل زي فيها سبازم او تشنج. طبعا كل الحاجات ديت ليها حل عندنا. لو الالم في العضلات بنبدا نعمل ان احنا حاجه اسمها دراي نيدلينج، بنخش بابر في الاماكن المعينه دي اللي فيها زي تشنجات، ونبدا نحقن فيها مواد معينه زي مواد الزيلوكين ومواد بسيطه للعضلات، بحيث ان هي تخفف التشنج بتاع العضلات ده واللي هو اللي بيعمل الوجع، وتعالج كمان اللي هو الايه التليف بتاع العضلات دوت. فيبدا المريض لما يبدا ظهره العضلات تبدا ترتاح، تبدا الكيرفيتشر او اللي هي الثانيه بتاعه الظهر الطبيعيه دي تبدا ترجع تاني، ويبدا الالم يروح من عنده. في عندنا بقى لو دخلنا لجوه شويه، في عندنا المفصل اللي هو ده اسمه المفصل الخلفي للفقرات، وده من ضمن الحاجات المشهوره جدا واللي هي بتعمل وجع في الظهر برضه. وده لما بيجي المريض نكشف عنده عليه او حاجه، لما بنيجي نضغط بصبعنا كده جنب العمود الفقري تلاقي المريض فط من الالم. توجع جامد. ده اللي اسمه اللي هو الفاسيت جوينت او المفصل الخلفي للفقرات. ده طبعا علاجه بسيط جدا، احنا بندخل عن طريق الموجات فوق الصوتيه او الاشعه السينيه وبنحقن في المفصل ده، بنحقن ماده مضاده للالتهاب، وبتدي نتيجه كويسه جدا في 70% من العيانين. واحيانا بنحتاج ان احنا نحقن العصب اللي هو بيغذي المفصل ده نفسه، اللي هو اسمه الميديال برانش، وممكن كمان نعمل عليه زي تردد حراري مع الحقن، وده طبعا بيدي نتيجه مرضيه جدا للعيان وبيحسنه جدا. وكان معانا كمان تقرير كنا زعناه قبل كده، كان مريض عنده نفس المشكله. لما نيجي بقى نخش جوه العمود الفقري نفسه، في عندنا ممكن في التهاب في الغضروف نفسه اللي هو اسمه ديسكايتس، وده برضو بيتعالج كويس جدا بالحقن. في يكون مشكله في الفقرات نفسها زي مثلا شرخ في الفقره او الفقره مضغوطه شويه او في كسر او كده. طبعا لو كسر كامل ده بيحتاج عمليه، لكن لو هو الكسر اللي هو الباثولوجيكال الحاجه الخفيفه اللي متثبته اللي مش مؤثر يعني على الفقره او كده وعامل الم، ده برضو بالحقن بيبدا ايه يحسنه. وفي عندنا زي ما قلت لحضرتك دي اللي هو جذور الاعصاب، دي برضو ليها علاج عندنا عن طريق الحقن بالمضادات الالتهاب، الحقن بالبلازما الغنيه بالصفائح الدمويه، الحقن بالاكسجين النشط، او عمل التردد الحراري في الحالات اللي ما بتستجيبش للحاجات اللي احنا قلناها قبل كده. في بقى عندنا الزنا في الفقرات اللي تحت اللي هي الفقرات اللي انا ماسكها دي اللي اسمها الفقرات العجزيه. في عندنا المفصل الخلفي للفقرات، المفصل الخلفي للحوض قصدي، ودوت بيبقى مشهور جدا بالذات في الستات بعد الولاده. يعني معظم الستات في الحمل والولاده بيحصل لهم مشكله في المفصل دوت، هو اللي بيعمل عندهم وجع في الحوض وبيعمل عندهم وجع في المقعده، وممكن كمان يوصل للرجل. ده برضو ان شاء الله بيتعالج بالحقن. طبعا ده من ضمن اكتر الحاجات اللي فيها نجاح جدا وتستجيب للحقن. في ستات بيبقى الوجع ده عندها ساعه الولاده طبعا عشان البيبي بيبقى ضاغط على المفصل دوت، لكن ممكن يستمر كمان بعد الولاده.
تمام. في الحالات اللي بتستمر فيها الوجع بعد الولاده وما بيستجيبش ليه الحاجات اللي هي العاديه للراحه والكمادات والمسكنات لفتره معينه، بنبدا ان احنا برضو نخش بالحق بيستجيب جدا. وفي كمان لو ما استجبش بالحق بنعمل تردد حراري على الاعصاب اللي هي بتغذي المفصل الخلفي للفقرات، تمام. عشان ننهي بقى حاجات العمود الفقري اللي هي اشهر حاجات، في عندنا اللي هو ادي القناه العصبيه دي، بيبقى في بعض الاشخاص عندهم زي ضيق في القناه العصبيه وبيجوا عشان يعملوا حاجه اسمها تسليك للقناه العصبيه. الضيق دوت ممكن بيبقى مشهور جدا بعد العمليات، بيحصل ضيق في القناه العصبيه لان بيحصل زي الياف او تليفات كده، ودي بندخل عن طريق الحقن وباسطره معانا اسمها استار تراكس، بنخش ونبدا نسلك التليفات دي وبنحقن ماده زي ماده الهايليز ونبدا نفك الالتصاقات دي ونبدا نحقن حاجات مضاده للالتهاب. في بعض الاشخاص اللي عندهم حاجه اسمها كونجينيتال سباينال ستينوزس او اللي هو بيبقى مولود بضيق في القناه العصبيه، برضو الاشخاص دول بيستفادوا كتير جدا من الحقن، بس هما طبعا بيحتاجوا حقن كل فتره غير اللي حصل له اكوايرد او كده. في اخر حاجه بقى اللي هي الفقرات الصغيره اللي تحت دي اللي هي الفقرات العصعصيه او الام العصعص، ودي اللي بتعمل وجع في المقعده، ودي بتبقى اغلب لو واحد وقع على المقعده كده مباشره. ودي علاجها بنبدا الاول بعلاج تحفظي ان هو يبدا على يقعد على حلقه او كده لمده مثلا شهرين مع الحاجات اللي هي البسيطه للعضلات والمسكنات البسيطه. لو ما استجابش بنبدا ان احنا نحقن في المفصل الصغير دوت اللي عند الفقرات العصعصيه، تمام. وبنحقن كمان في الضفيره العصبيه اللي اسمها جانجليون اوف امبار اللي هي ورا الفقرات العصعصيه دي، بحيث ان هي تخفف الالم دوت، وممكن كمان نعمل عليها تردد حراري لو احتاجنا. طيب هنشوف التقرير بعد اذنكم معانا دلوقتي ونرجع تاني. دكاترتنا ايه رايكم في اعصاب الايدين بقى، الستات اللي بتغسل مواعين واللي بتغسل على ايديها والحاجات دي؟ تمام. هو احنا عندنا حاجه اسمها متلازمه العصب الرسغي، ده العصب اللي هو بيبقى في الايد في الايد، ده بيعصب بيعدي من نص الايد، ساعات بيختنق هنا في المنطقه دي منطقه الرسغ، بيعملوا له عمليه كده. بيعملوا له عمليه. احنا بقى دلوقتي بنعالجه من غير عمليه ان شاء الله عن طريق الحقن، احنا بنسلكه عن طريق الحقن. هو العصب ده بيغذي اعصاب الصوابع اللي هم اول ثلاث صوابع ونص صابع اللي هو الرابع ده. بيبقى العيانة عندها وجع في ايديها في كف ايدها، عندها تنميل في الصوابع دي. أيوة. بنخش بجهاز السونار بنشوف العصب، بنسلك حوالين العصب بمواد معينة بتذيب الالتصاقات وبتضيع الالتهابات، والعيان في خلال ربع ساعة بيقوم بيتحرك ايديه كويس، ما فيهوش بيضيع عنده خالص التنميل ده. ربع ساعة؟ ربع ساعة بالسونار بنشوف العصب، بنخش عليه بإبرة رفيعة جدا، إبرة انسولين، نسلك الالتصاق اللي حوالين العصب. طيب. في عندنا برضو اللي هو في الايد، برضو قبل ما نسيب الايد، في عندنا اللي هو الاصبع الزندية. ساعات بعض الناس اللي هو التريجر فينجر، بعض الناس بالصباع بتاعهم بيعلق، يجي يتني صباعه يعلق كده ما يقدرش يفرده، يجي عشان يفرده يطلع له صوت جامد والم جامد. دي برضو عن طريق الحقن بنعمل لها حقن في جذر الاصبع بمواد برضو بتسلق بتذيب الالتصاقات دي وبتدوبها وبتضيع اي التهاب وكده، والعيان بيقدر يحرك ايديه ويمسك الموبايل كويس ويتحرك ويكتب لو كان مثلا في الم في الكتابه او كده. في عندنا برضو مفصل الكتف، عشان بس قبل ما نسيب الايد، مفصل الكتف ده من اهم المفاصل في جسم الانسان. طب ومفصل الحوض ممكن يتعمل له كده بدل عملية مثلا ممكن الحقن؟ مفصل الحوض في حالات معينة ممكن بدل العملية الحقن ناجح فيها وبيجيب نتائج كويسة، بس الحقيقة مش في كل الحالات، يعني في حالات لازم نغير المفصل وفي حالات ينفع بالحقن ان شاء الله. طيب انا بوجه يا جماعة لكل شبابنا بنات او ولاد، انه امهاتهم او حماته او خالته او عمته حسوا باي الام، لان هم يا عيني الستات ما بتحبش تزعجنا فبياخدوا مسكنات، سكت الالم خلاص بتطنش على نفسها، ودي اخطر حاجه كتر المسكنات لانها بتسبب امراض تانية كتيره جدا. فارجو من كل شبابنا انهم يفضوا نفسهم ساعه او ساعتين وياخدوا حبايبنا الناس اللي بتشتكي من اي وجع في العظم او في المفصل انهم ياخدوهم ويودوهم هناك عشان يطمنوا عليهم ويسمعوا لهم دعوتين حلوين. لو زال الألم فعلا هيدعوا لكم دعوتين حلوين. وأشكركم جدا دكاترتنا العظام، ونلتقي تاني وتالت وعاشر إن شاء الله، إن كل مرة الحقيقة بتفيدونا جدا. أسيبكم بعد دلوقتي وإن شاء الله نشوفكم بكرة، وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. دلوقتي هنشوف تقارير فيلمية
مع بعضينا.